مرحبا أصدقائي، أنا جانان شكر، أعمل كمحاضرة في برنامج إدارة الأعمال من أجل تحقيق أهداف إدارة الأعمال التي تعد الحجر الأساسي للاقتصاد. يجب أن يكون لديهم الإمكانية للعمل في جميع وظائف إدارة الأعمال. يهدف برنامج إدارة الأعمال الذي هو تقني وبشري بقدر ما هو اقتصادي إلى إيصال خريجيه لأداء الوظائف بنجاح، مثل التسويق والموارد البشرية والمالية والمحاسبة، وكذلك حماية المؤسسة من الآثار البيئية وإدارتها بشكل جيد. كما أن التنسيق بين جميع وحدات الأعمال هو أيضاً من اختصاص إدارة الأعمال. إذا كنتم تدرسون في برنامج إدارة الأعمال فستكون لديكم ثقافة عامة في العديد من المجالات. أثناء قراءة الصفحة الاقتصادية من الجريدة ستفهمون بشكل أفضل وستكونون قادرين على فهم توازن العرض والطلب في الحياة. ستكونون قادرين على فهم معنى كلمة العولمة الموجودة في الجملة الأولى في جميع الكتب تقريباً، والتي نستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية. كما ستتمكنون من فهم مدى تقدم تخصص إدارة الأعمال في فرص العمل التي تواجهونها بعد التخرج. سيكون لدى الطلاب الذين سيتخرجون من برنامج إدارة الأعمال في جامعة نيشانتاشي الاستعدادات التي تمكنهم من العمل في جميع وظائف الشركات باستثناء الهياكل الاجتماعية والتقنية. أفضل نصيحة يمكننا تقديمها لكم أنتم يا من سيكون لديكم هدف وظيفي واسع هو ضرورة القيام بالاختيار الصحيح. يجب أن تفكروا جيدا في أي عمل سيجعلكم سعداء من أي قسم من الأعمال التجارية دون التمييز بين قطاع عام أو خاص. بعد التخرج يمكنكم العمل في العديد من المجالات مثل الإدارة والمحاسبة والتمويل والتسويق والمبيعات والعلاقات العامة والدعاية وإدارة الموارد البشرية. الأكاديميون في جامعة نيشانتاشي يقدمون لكم فرصة رائعة في مجال اكتشاف كونكم موهوبين وأصحاب مهارة فيما يتعلق بالمجال الذي ستهتمون به أكثر. سنقدم لكم كل الدعم الذي يمكننا تقديمه فيما يتعلق بالمعلومات النظرية والعملية. خريجو برنامج إدارة الأعمال في جامعة نيشانتاشي سوف يتعلمون المناهج الحديثة في الإدارة والفرق بين إدارة شؤون الموظفين وإدارة المواهب، وكيف تجعل برامج المحاسبة المستندة على الويب حياتنا أسهل، وكيف يوجه نهج التسويق الحديث مستقبل الأعمال. تساعد جامعة نيشانتاشي الطالب على تطوير رؤية جديدة عبر خلق فرص الممارسة المهنية من خلال المعهد المهني. يمكن لطلاب المعاهد لدينا وبفضل التدريب الصيفي الإلزامي بدء حياتهم المهنية متخطين منافسيهم بخطوة. نحن نريد من طلاب المعهد المهني مواصلة تحسين أنفسهم باستمرار من خلال دعمهم بدورات اختبار الانتقال العمودي المجانية التي تعقد في جامعتنا كل سنة، وهكذا نقترب أكثر من تخرج طلابنا من الكلية. من أجل زيادة كفاءة الخريجين الجدد نقدم لطلابنا شهادتين بشكل إلزامي كل عام. وبفضل تعاوننا مع رئاسة إدارة تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة KOS GEB نقدم شهادة جوزكيب لريادة الأعمال الخاصة بإدارة الأعمال. بفضل هذه الشهادة سيوثق طلابنا إنهم معفيون من التعليم الإلزامي لريادة الأعمال في المستقبل عندما يريدون الاستفادة من فرص قرض ومنح رئاسة إدارة تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة KOS GEB. وبفضل تعاوننا مع مؤسسة العمل التركية سيستطيع طلابنا التواصل مع الشركات الرائدة في تركيا للتعاون مع قطاع الأعمال واكتساب الخبرة والحصول على إمكانية فرص عمل وتدريب أولاً. إذا كنت تريد أن ترى المجالات الاجتماعية لجامعة نيشانتاشي فنحن ندعوك إلى حرمنا الجامعي. برنامج إدارة الأعمال هو مجال علوم اجتماعية، بالتأكيد يجب أن يتجه نحو هذا التخصص أشخاص فضوليين عن المجتمع والإنسان والديناميكيات الاجتماعية، أشخاص لديهم فضول عن السلوك البشري وأسباب التفاعل الاجتماعي، ويعترفون بأن التعلم رحلة لا تنتهي. ندعو جميع الطلاب المرشحين الذين يرغبون في الدراسة في برنامج إدارة الأعمال إلى جامعة نيشانتاشي.